ليا، يمكن الأنشطة الثقافية هلأ رح تزداد برمضان، ودايما نحن عبر صباحنا غير مسلط الضوء على أهم الأنشطة أكيد الثقافية بكل المحافظات. أكيد أريج، أكيد فاصل ورح نكفي نحن مع بعض في صباحنا غير لليوم. بأجواء الموسيقى رح نبقى أجواء عالم روحاني، أكيد منستوحي علاماته الموسيقية من وحي الشهر الفضيل يا أريج. أكيد ليا لتكون معالم الصوت الجميل عم تستحضر الأبعاد الإيمانية بمساحة من الفن الراقي مع الفنانة والمنشدة هدية السبيني وعوالم الموسيقى التراثية والصوفية مع المايسترو معتز النابلسي قائد فرقة أتر. صباح الخير وسعد صباحكم، صباح رمضان كريم. هلا أريج، صباح الخير، كيفكم؟ ليا صباح الخير، صباح الخير، أهلا وسهلا، صباح الخير سوريا، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير، اهلا وسهلا فيكم حبيبة فنانين، انتم اكيد بنفتخر فيكم. بالبدايه كيف تحبوا تعيدوا المشاهدين برمضان؟ يمكن خلينا نفتتحها بشيء غير شكل. ايه رح نبلش بهي نشودة رمضان الرائعه، يلا كل اكيد بيعرف، رح نعيد على طريقتكم الخاصه اليوم. يلا رمضان هل نور تجل، شهر كريم بالخير حل. رمضان 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 شهر العبادة والسعادة والغنى والبر والصدقات والزكوات. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقوى. رمضان زمان الحسنات، رمضان محط الصدقات، رمضان مجال الصلوات. تسمو بالنفس لمولاها، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. وعلى الزهراء
تنامى رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس لتقواها. يسلم الصوت رمضان كريم عليكم إن شاء الله. رمضان كريم على سوريا وأهل سوريا. قبل ما نبدا بالحديث معكم عن الانشاد الديني اليوم، كيف عم تعيشوا اولى ايام شهر رمضان الكريم؟ عم تعيشوا هالطقوس؟ والله يا قريش اليوم مبين معنا لساتنا بعيدة غير شكل معنا. اكيد معكم، لكن طالما اليوم اول يوم فيا رب يا رب يا رب تكون فاتحه خير ان شاء الله على سوريا، كوننا نحن كمان اليوم معكم صباح فينا الجمهور باول يوم رمضان، ان شاء الله يكون فاتحه خير يا رب. نتمنى هيك يكون رمضان خفيف ظريف على الكل، فهيك يعني نحب نقول للمشاهدين كل عام وهن بخير، وانتو وأسرة الإخبارية السورية جميعا بألف خير يا رب، وهيك رمضان كريم عليكم وعلى الجمهور كله. يعني نحن برمضان يعني الطقس الأساسي هو السحور، يعني هذا بيكون أهم طقس يعني نحن منعيشه. الحمد لله أنت نمتي بعد السحور؟ أنا بصراحة ما تسحرت كوني بدي إجي صباحا، لأنه السحور بده فيقة وبدك، فما تسحرت أنا. ما تسحرت هلا اليوم إن شاء الله. خلينا هيك شوي بما أنه عم نحكي عن تفاصيل شهر الخير والبركة، خلينا نحكي يمكن بهيدا الشهر قديش كمان روحانيات الإرشاد بتكون موجودة، قديش هي التفاصيل نحن بحاجة لإلها كمان. الإرشاد الديني قديش بهذا الشهر لازم يكون يمكن كل يوم لحتى كمان هو من خلاله منتقرب أكثر من الله، يمكن شوي صحيح. هيك روحنا بتكون نقية وصافية عند سماع أي موسيقى أو إنشاد موسيقى بشكل عام. هلا هي الموسيقى بشكل عام بتلامس الروح صحيح. تمام، فكيف إذا كانت معها كلام بصوفي فيه تنزه عن ملذات الدنيا عن الشهوات وتقرب من رب العالمين، خاصة بهذا الشهر بيحس الواحد بروحانية زايدة، يعني يحلو سماع الأناشيد الدينية، يعني حتى الواحد سبحان الله برمضان بيسمع شكل تاني ببحر مع الإنشاد الديني. أنا بالنسبة لي هيك روحانيات رمضان. هدية حضرتك كنت ضيفتنا من سنة كمان برمضان، من سنة لهلأ قديش بتسعي أنت دايما يكون في تطور لإلك، وبتسعي خاصة برمضان يكون في شيء مميز لإلك؟ عم بشتغل على هذا الشيء قريش. هلأ أنا من سنة لهلأ نشاطاتي كانت مع فرقة أتر مع الأستاذ معتز، عملنا حفلتين، آخر حفلة كانت بمركز ثقافي بمشروع دمار، بس كانت وطنية ما كانت إنشاد ديني. هلأ أنا بهي السنة أغلب أعمالي كانوا وطنية، بيستاهل جيشنا العظيم. يلا خلينا نشوف شيء من الوطني، يلا شيء وطني عملتيه منر. أمجاد نصرك سوريا.
مايسترو معتز، يعني لفرقتكم فرقة آتار إلى نشاطات كتير عديدة بالمراكز الثقافية وأيضا بدار الأسد للثقافة والفنون وأي مكان بيتصدر المشهد الثقافي فيه. اليوم وين أنشطتكم أكتر شيء ممكن أن تكون بالفترة المقبلة، وشو محضرين بشهر رمضان؟ هلأ نحن بشهر رمضان أنا بحاول دائما نخلي الفرقة ذات طابع مسرحي، يعني بحب قدم حفلاتي على مسرح. يعني نحن كتير بينعرض علينا أنه طلع حفلة خاصة أو كذا، بس أنا ما بحبز يعني مشان تضل مكتسبة طابع وطني الفرقة. يعني نحن عملنا عدة نشاطات بالسنة الماضية، يعني حوالي 3 أو 4 حفلات كانوا على نطاق جيد بعدد من المراكز الثقافية، وحفلة بدار الأوبرا كانت السنة الماضية. فأنا بحب أكتفي أنه تكون الفرقة على مسرح كبير، مشان أول شيء تكون مشتملة على كل أعضائها، كل عازفينها، كل كورال. أنا بهتم بالكورال، يعني دائما معي 12 شخص عم يغنوا كورال، حتى الصولو يعني مو شخص واحد، عندي أكثر من 3-4 أشخاص، أحيانا 5 أحيانا 6 هن بس عم يغنوا صولو. فهذا الشيء ما في مجال نعمله على نطاقات ضيقة. بتعرفي رمضان يعني هو يعني الصوم بيمنع انه نقدر نعمل هذا الشيء على مسارح. نعم. فان شاء الله نشاطاتنا بعد العيد ان شاء الله يا رب. اكيد فرقه أتار شوي كمان يمكن بتضوي اكثر على التراث والنمط الصوفي. اليوم قديش مهم هذا النمط انه هو يتجسد على هي المسارح، وقديش نحن عندنا القدرات انه نحن نقدر ننفذه صح على المسرح، اما يمكن من خلال الموسيقيين يلي والفنانين الموجودين عنا بالبلد. طبعا يعني الفرقة بتشمل على يعني أهم موسيقيين البلد وناس كتير مخضرمين، لأنه إحنا بنشتغل موشح. الموشح يعني هو أصعب فن من فنون الغناء. فالموشح ممكن يكون أندلسي أو صوفي أو أي فن تراثي. نحن لما بنشتغله بعناية، يكون منوط ومشغول صح، وحتى السرعة ممكن تأثر أو تعمل اختلاف في. فنحن يعني الحمد لله يعني ناجحين بهذا الفن التراثي الموشح. يعني هدية يعني للإنشاد الديني له يعني بعد ديني وروحاني. اليوم قديش هالنمط بيستحضر الروحانية الموجودة عندك؟ هلأ أنا حكيت قبل بمرة أريج، والله هذا الكلام حقيقي بيصير معي وقت ما نغني أغاني عادية ما نروق فيها وما نسلطن، ولكن الإنشاد الديني وقت اللي أنا بدي غني والله كل شيء بجسمي بيغني معي صدقوني، لدرجة أنه والله بتعب. ففي حالة الإنشاد الديني أنا هيك بحس، يعني بتستملكني كلي مو بس تستملك صوتي. لأنه سبحان الله فيها روحانيات، فيها ذكر لله عز وجل، ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام، فإجباري الواحد بده يحلق معهم. نعم. هدية قديش يمكن الإنشاد للبنت شوي هيك صعب، أصعب من الغناء العادي ولا لا نفس الشيء؟ خلينا هيك شوي. هلا هو الإنشاد بشكل عام لا يا صعب، في شغل وفي تعب، وكونه إنه عم يكون أحيانا في أحاسيس من جوا مثل ما قلت. هي هذا موضوع تاني، بس هلا كونه إنه الإنشاد ديني، هلا في أي أحيانا أنت ما بيكون معك آلات بدك تغني لحالك، ففيها صعوبة، صوتك بده يطلع مثل يعني أقل عيب بده يطلع فيه. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للبنت ما في مشكلة أبدا الإنشاد، بس للأسف عنا هون ما كتير مهتمين. الشيخ حمزة شكور رحمه الله اهتم بهذا الموضوع وأدخل على فرقته يعني عنصر نسائي واشتغلنا، وكان في قبول كثير عظيم، بس ما بعرف ليش ما حدا عم يتجرأ يفوت هاي القصة. أكيد أنت يمكن تعطيهم مثال. أنا موجودة. كمان اليوم شو حابين نضيفه لصباحنا كمان روحانية؟ يلا شو رايك من يلومني؟ من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك. تفضل. من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك، كن شفيعي اتهامي جد تعطفي نوالك. من يلومني
عاشق جمالك كن شفيعي هامي جد عطف في نوالك من يلومني في غرامي من يلومني أنا في غرامي طالما عاشق جمالك من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك كن شفيعي يا تهامي جد عطف في نوالك يا محمد يا ممجد يا مؤيد بالشفاعة يا محمد يا ممجد يا مؤيد بالشفاعة أنا عند بابك أرتجي الأنوار الله يسلم الصوت ويسلم هالأنامل وهالصوت أيضا حبيبتي يا حبيبتي عن جد يعني هيك عيشتونا بحالة رائعة تسلمي لقلبي حالة تسلمي لقلبي. الشهر الفضيل بالختام كلمة أخيرة أو شكر بتحبوا توجهوا هلا نحن على الهوا صح تمام أنا ختام ما صرنا شوي على فكرة ما حسيت بالوقت عن جد ما حسينا بالوقت قد ما هيك مبسوطين بوجودكم أوكي يعني حابين نختم كمان شيء لا نسمع بس كلمة بتوجهوها سريعة بتوجهوها ومعايدة بشهر رمضان هلأ معايدتي أكيد لبلدي سوريا بتمنى يا رب الخير والأمن والأمان يعم علينا وأنا حاسة في بشائر إن شاء الله إن شاء الله يا رب سلاماتنا لأصحابنا وأحبابنا وكل العالم وأولا وأخيرا الإخبارية السورية شكرا كثير على الاستضافه الكريمه ليا اري شكرا كثير شكرا لك ان شاء الله تنعموا انتم بخير وانت بخير يا رب الفضائيه السوريه اهلي وعائلتي واصدقائي جميعا كل عام والف بالف خير ان شاء الله بلدنا سوريا دائما بعم الامن والسلام والامان يا رب شكرا كثير لكم وانتم بالف خير اما